الموضوع معي الخبير الاقتصادي الأستاذ إسماعيل للماس، معي عبر هاتف ميناء الجزائر. أرحب بك أستاذ إسماعيل للماس. قبل أن أسألك لو سمحت يعني تسمع معايا هذه دقيقة ونص كلام الرئيس الجزائري المجيد تبون حول قضية الإمكانيات، إمكانيات الجزائر على المستوى الاقتصادي يعني لمواجهة أزمة كورونا، ونسألك بعض الأسئلة حول هذا المقطع. تفضل بالاستماع معي مشاهدينا الأعزاء، نتابع هذا المقطع لتبون. التخزين موجود، فالمخزون تاعنا موجود، مواد موجودة، وراه صرح بها وزير التجارة مرارا. عندنا ما يكفينا حتى 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 جويي أوت، يفوت رمضان إن شاء الله وعندنا ما يكفينا. بالنسبة للسميد أنا نقول لك الإنتاج نتاعنا ضعف ثلاث مرات وراه يمشي. البعض راه تكتشفوا الدارك ساعة ساعة لقوا مخزن كذا، لقينا الناس مخزنين حتى الأدوية 350 علبة تاع دواء وما نعرف واش ومواد تطهير ومواد مرض. أما من ناحية قدرات الدولة بالنسبة للمواد الأساسية ما عندنا حتى مشكل بالنسبة للمخزون تاعنا لمدة 3 شهور ولا 4 ولا حتى مش حتى 5 شهور، لكن استقرت الأمور. راك تشوف المضاربة تخليك تاخذ أمور يعني قرارات استثنائية بالنسبة مثلا للبطاطا. الناس تشتغل تطلعها 12000 راها ب 3500 درهم 4000، لأن أون أينون دي المارشي. مي حنا مادا بينا أون أوري بيو غاردي نو ستوك. يطوبليش هذا نزيف، هل هو مبرمج او غير مبرمج، ولكن شي راهم يقوموا بهذا الشيء راهم يقوموا بنزيف الاقتصاد الوطني والقدرات الماليه. الرئيس تبون يتحدث عن امكانيات موجوده، عن يعني كم مطمئن من الادوات الاساسيه من السلع من السميد من البطاطا من كل شيء موجود، لكن لا يصل إلى المواطن. هو يعطي بعض التفسيرات يعني أنه هناك مضاربة وهناك تخزين غير شرعي لهذه المواد، هناك بعض الناس ربما قاعدين يفزدوله في الخدمة هكذا قال، شكك هو يعني. أين الخلل؟ أين المشكل؟ أستاذ إسماعيل؟ تحياتي لك ولكل احرار الجزائر. الله يحييك، تفضل استاذ اسماعيل. شكرا. والله انا سمعت هذا الكلام هذا ويتكلم على المخزون، والمخزون اللي جد لنا ثلاث اشهر. فاحنا عاده ما لما يكون هذه الخطابات هذه سياسيه، فهذا الخطاب راه بعيد عن الواقع وبعيد على الارقام وبعيد كذلك على مدى قدره السلطه في تسيير الازمات. فمن المفروض ان لما نتكلم على هذا المخزون ولا الندره في بعض المواد، اذا نفهم بان هذه الندره ما جاتش هكذاك، يعني هذه الندره اللي راهي في كل ازمه كل مره يعني تخرج لنا، فهي ناتجه لسوء التوزيع وانعدام شبكه توزيع، يعني شبكه توزيع اللي تحكم فيها يعني مدروسه لوزاره الحكومه اللي تسمح باش يكون توزيع للمنتجات في اي ظرف، يعني مبنيه على طرق علميه ومدروسه. وهذا يتضح لنا لما تكون عندنا ازمه ولا من هذا كما اليوم مع هذا الكورونا هذا، شوفوا بان هناك تذبذب في الاسواق، ونتكلموا على البطاطا ونتكلموا على الحليب ونتكلموا على الامور هذه عوض ما نتكلموا على امور اخرى. يعني في الحقيقه احنا الدوله راهي تشيل البلاد وجوغ لجو، يعني بدون مخطط بدون اي استراتيجيه، وحنا هذا الشيء معروف. يعني انا ما نحبش نعاود نتكلم على هذا الكلام هذا. لا، لكن المشكله الان استاذ اسماعيل قبل الازمه هذا الشيء معروف. استاذ اسماعيل، الان المشكل راه مطروح بحده وبجديه عند الناس المواطنين اللي راهم في المدن الداخليه، يعني لما يقولون باللي كاين حجر صحي يقعدوا في الدار، هناك من يراسلك يبعث لك فيديو مواطنين يهضروا عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي
يعني عائله ما عندهمش قوت اليوم، يعني كيف يقعد في البيت؟ والله نعم هذا كذلك، حنا عاده ما ننقل يعني واش راه يديروه يعني في بعض البلدان في اوروبا، ولا قال في اوروبا داروا حجر صحي، فالجزائر دير حجر صحي، ولكن في هذه البلدان هذول لما تكلم على حجر صحي توضع ترافقوا بميكانيزمات اللي تسمح باش هذا المواطن هذا اللي راهو في المنزل تلحق له يعني اللوازم نتاعو اليوميه، ويلحق له القوت نتاعو، وعنده امكانيات دفع عن بعد، وهناك امكانيات للتوزيع كذلك بطريقه عصريه تلحق له المواد حتى المنزل. ولكن في الجزائر لما توضع حجر صحي كامل وما توضعش ميكانيزمات لتساعد هذا المواطن باش تلحق له القوت نتاعو، علما بان اذا تكلم على حجر صحي هذا يعني بان المواطن المفروض يقعد في المنزل نتاعو، كيفاش يجيب القوت نتاعو، كيفاش يجيب الاكل نتاعو؟ حنا ما راناش نتكلموا على حجر صحي ليوم ولا يومين ولا ثلاثه ولا اسبوع، اسبوع ممكن الانسان يجوزها، ولكن هذا حجر صحي اللي ممكن يطول في الزمن، وبالتالي فعلى السلطه من المفروض لما تجي بحل مثل هذا ترافقوا بميكانيزمات اللي تسمح باش هذاك المواطن يجيب يكون عنده المواد اللازمه للعيش نتاعو. هذا هو لماذا لا تقوم بذلك يعني؟ والله يعني فقط شيء لا يعطيه يعني احنا راك تكلم كانك رانا نكتشفوا يعني ضعف السلطه نتاعنا، ماهوش جديد، احنا ما عندناش سلطه اللي قادره باش تقوم بهذا العمل، ما عندناش اقتصاد، ما عندناش تنظيم، ما عندناش استراتيجيه، ما عندناش الكفاءات اللازمه، ما عندناش ثقه، ما عندناش يعني اداره اللي عندها مصداقيه، وبالتالي ففي غياب كل هذه المعايير فغير ممكن باش نتكلم باش نسال هذا السؤال. يعني حنا اليوم عندنا الكورونا زاد مره اخرى فضح وكشف ضعف السلطه في تسيير الازمات. حنا ما نعرفوش نسيروا، لان اولا ما تكلم على سلطه اللي ما تعرفش تبني، تعرف غير ترقع، وبالتالي اذا تكلم على السلطه اللي عايشه بالترقيع فغير ممكن ان تنتظر من هذه السلطه باش تقوم بتسيير ازمه مثل هذه، ازمه عالميه مثل هذه اللي في الحقيقه تسييرها يكون مبني على مدى تجنيد الشعب ومدى يعني مدى استغلال كل الطاقات من اجل باش نتجاوزوا هذا النوع من الازمات، ولكن في غياب الشرعيه والمصداقيه والثقه تاع الشعب فنشوفوا بان الازمه سوف يعني تكون عندها تاثير كبير على الجزائر ان شاء الله. نعم استاذ اسماعيل، يعني حتى ما يتهموناش يعني كما راهو يحكي تبون والجماعه كل بالانتقاد انتقاد في وقت الازمه، يعني خلينا نكونوا بوزيتيف، يعني كسكي الفوفير، يعني ما الذي يجب ان يكون وتنصحهم انت، لو تنصح انت الان تبون ولا جراد ولا وزير التجاره ولا وزير الصناعه، ما الذي يجب ان يقوموا به؟ شوف اولا اول شيء غير ممكن اليوم تكلموا على ان جي 39 يعني حكومه 39 حقيبه في تسيير ازمه مثل هذه. هذا اول شيء. ثانيا كان من المفروض ان يشكلوا حكومه مصغره، يعني حتى اذا يحبوا يخليوا هذا الفريق تاع 39 يديروا تشكيله من هذه الحكومه تاع بعض اللي شويه ملح فيهم من اجل وضع مخطط لتسيير هذه الازمه. هذا شيء، هذا لازم، هذا اولا من الجانب الصحي، ثانيا من الجانب الاقتصادي. هذا اليوم رانا نتكلموا على مازق كبير. لماذا؟ لان الجزائر وضعيه الجزائر قبل هذه الازمه الصحيه هذه كانت في ازمه وفي ازمات، وزاد عليها هذه الازمه تاع الكورونا، فزاد الضغط راهو اكبر والخطر راهو اكبر. كان من المفروض اليوم ان يوضعوا كذلك مخطط من اجل مخطط انتي فايت، يعني ضد باش ما تفلش هذه المؤسسات، يوضعوا مخطط استعجالي للحفاظ على المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل. هذا شيء ضروري، مازال ما سمعناش اليوم الناس راهي فاقده امل في المستقبل، على هذه السلطه ان ترد تسترجع الامل للمؤسسات وللاشخاص للمستقبل، وبالتالي بوضع طرق ومخطط منها مثلا للمؤسسات يعني تاجيل دفع الضرائب، وضع صندوق
للشوماج بارتيال هذا باش تدفع دي زانديمنيزاسيون للعمال باش ما نفقدوش مناصب شغل. اعطى بعض الاوامر للبنوك باش تكون مرنه من اجل يعني تقديم بعض التسهيلات للمؤسسات من اجل دفع بعض يعني بعض الديون تاعها وبوغ كابيتاليزي ان بو لي زونتربريز. يعني هناك اجراءات لترد ترد ترد شويه نوع من ان بو دوبتيميزم من التفاؤل في مستقبل المؤسسات وكذلك في مستقبل الاشخاص. لان لما نتكلم على المؤسسات نتكلم على العمال ونتكلم على مناصب العمال ونتكلم على الاجور ونتكلم على القدره الشرائيه ونتكلم على المستقبل، وبالتالي فهذا كله كان من المفروض ان توضع اليوم ماشي غدوه، اليوم نتكلموا على 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 هذه الامور هذه. ما هوش حتى نستناو واش دير السويد ولا فرنسا ولا باش نطبقوا حنا، لا علينا نقوم بهذا العمل. ولكن للاسف راك تشوف اذا نتكلموا على الجانب الصحي كل العالم راهي وضعت المخابر نتاعها من اجل البحث حول الدواء من اجل القضاء على الوباء. حنا رانا نتكلموا على البطاطا ونتكلموا على الحليب يعني، وفي كل عالم راهم خلاص وضعوا روحهم في ما بعد الازمه لتسيير واعاده الدفع بالاقتصاد. حنا رانا نقولوا رانا ما تحركناش. فمن المفروض ان هذه الناس هذه الحكومه هذه توضع هذه الميكانيزمات من اجل استرجاع يعني من اجل يعني حمايه هذه المؤسسات وحمايه المناصب الشغل. سؤال اخير استاذ اسماعيل، هو سالوا واحد الصحفي حول لماذا لا تستغل هذه السلطه أزمة كورونا لكي تبني ثقة، لأنك ذكرت أنت مصطلح الثقة، تبني ثقة مع المواطن، تعترف تقول باللي ما عندناش، تقول رانا في أزمة، تقول يا جماعة عاونونا، ما عندناش لي تاع التوزيع، اقتصادنا يعني خطاب واقعي صريح مع الشعب. ما زال الخطاب الرسمي وما زال الإعلام الرسمي يروج لبروباغندا زادت خالقة هذا يعني ضعفت من أزمة الثقة. لماذا في رأيك لا يصارحون الشعب؟ شوف والله غير فكرت واحد الوقت في البداية فكرت باش نديروا نوع من التيليتون بأخذ الاعتبار يعني الظروف الحالية، الظروف الصحية الحالية، يعني التيليتون بوسائل نوعا ما تقنية من أجل أولا بعث النوع من الامل، ثانيا باش نبعثوا كذلك تضامن، لان هذا النوع من الازمات يستلزم التضامن تاع الشعب. صحيح. ونوضعوا خلافات نتاعنا من جهه ونروحوا الى تضامن شامل من اجل باش نمروا بسلام هذه الوضعيه هذه. قلنا نديروا ان تيليتون نجمعوا الاموال. هناك المغتربين في فرنسا وسويسرا والمانيا الجزائريين يعني بعثوا لي رسائل قالوا لي واش تقول فيها، ولكن خايفين. وحتى الجزائريين اللي في الجزائر حبوا يضمنوا يوضعوا الاموال، خايفين. قال لك لي من نعطيو الاموال؟ لي واش يديروا بها؟ يعني ثقه. لما كل مره معك في القناه تاعك وفي التدخلات نتاعي قلت لهم معيار ثقه راهو عامل كبير، راهي قنبله خطيره. اذا الثقه تكون موجوده فكل مشاكل نقضيو عليها. صحيح. اذا الثقه تكون مفقوده ما نقدروا نحلوا حتى مشكل. فاليوم هاوليك اليوم رانا في موقع في حرج. لو كان ثقه لعملنا التيليتون، لجمعنا الاموال، لضمننا، لكان خرجنا من هذه الازمه هذه، وكان رانا اليوم نتكلموا على ما بعد الازمه. ولكن السلطه راهي من جهه والشعب راهو من جهه والثقه غايبه. فهذا هو هذه الاشكاليه. نعم. يعني لو حنا ما عندناش مشكل كما العالم مشكل كوفيد 19 فقط، حنا عندنا مشكل كوفيد 19 في غياب الثقه. كيف تسير هذه المشكل هذه؟ وبالتالي فنقول يعني هذا نداء، هذه فرصه باش نرمي يعني ندير نداء لكل الشعب وحتى السلطه باش نخليو الخلافات نتاعنا من جهه ونصرحوا بالحقائق للشعب ونروحوا الى التضامن ما بيناتنا، الى التعاون ما بيناتنا من اجل حمايه الجزائريين ومن اجل حمايه الجزائر. لان نظن بان الوضع راهو مش سهل باش نخرج شويه من التخوف هذا. رانا الخوف قتلنا قبل الفيروس، الخوف قتلنا والقلق الى اخره. حنا قلنا نروحوا الى التضامن، وهذه الاخوه هذه اليوم لازم تكون حقيقيه ماهوش في الفيسبوك، لازم تكون واقع. هذه القوه وهذا التضامن هي اللي تسمح لنا باش نقضيو على هذا المشكل تاع الفيروس هذا، لان ماهوش مشكل تاع ادويه فقط لكن مشكل اجتماعي. فهذه فرصه باش نكون نتحدوا
ونقضيو على الآفات هذه وعلى الآفات المستقبلية. ومن جهة السلطة كذلك تبين نوع من حسن النية في وضعية مثل هذه، ماذا بينا مثلا أن تبادر أو تعلن على ما إطلاق سراح مثلا سجناء الرأي. أنا غير ممكن اليوم يعني نتكلموا على سجناء الرأي ونخليهم في سجون في واقع مثل هذا، يعني تخلي واحد كما ضررني في الحبس وكريم وسامير إلى آخره سجناء الرأي والعالم راهي تموت. نظن بأن خليهم يروحوا لأولادهم، يروحوا يثيروا هذه الأزمة هذه مع العائلات تاعهم مع أولادهم، خليونا من شوية رحمة شوية رحمة شوية يلزم نبينوا هذه الأشياء، يلزم تكون ملموسة، ماهوش في الكلام ماهوش في الخطاب، لازم تكون ملموسة. واش يمنع اليوم سي تبون ولا جماعة باش يعلنوا على عفو على سجناء الرأي نتاعنا؟ وعلاش ما هل ترى راهم أعداء الجزائر؟ هذو خرجوا من كما خرجنا كلنا، يعني كما خرجنا من أجل الحق، وبالتالي هاو الحق حتى الوقت أعطانا الحق فيهم، هاو الأزمات هذه أعطتنا الحق، هاو الإفلاس اللي رانا فيه أعطانا الحق. وبالتالي فاليوم لازم السلطة تبادر وتبادر باشياء ملموسه وتطلق صراح مثلا تاع هاد خوتنا سجناء الرأي، ماذا بينا هاد الناس يلتحقوا بالعائلات نتاعهم يقعدوا مع اولادهم باش يحميوا العائلات ويحميوا اولادهم من هاد الوباء ومن هاد الكارثه. نعم. وشكرا بارك الله فيك. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ اسماعيل للمعاصر الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر.